يتناول الإنسان العديد من المأكولات والمشروبات بمختلف أنواعها، ولا تخلو المطاعم والأسواق التجارية من المشروبات الغازية والتي أصبحت من أساسيات وجبة الغداء والعشاء عند البعض. هذه المشروبات ما مدى تأثيرها على الصحة العامة، وهل هي صحية أو مضرة؟ للإجابة على هذا السؤال نسعد أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور مشوح بن عبد الله المشوح، متخصص بالغذاء والتغذية. دكتور مشوح حياك الله معنا في أخباركم. يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك وفي مستمعين. حياك الله. بداية، التساؤل الأكبر اللي ممكن أنت سمعته كثير وإحنا نسمع كثير ونتساءل كثير، هذه المشروبات الغازية هل هي آمنة أم لا؟ والله هي آمنة صراحة، لأنه الجهات الرقابية وهيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة يقولون أنها آمنة، لكن في بعض النقاط المهمة اللي يجب أن نناقشها، وهي موضوع أنها فيها يعني كميات سكريات عالية جدا، وهذه السكريات تؤدي إلى السمنة وتؤدي إلى الأمراض المتعلقة بالسمنة. جيد. طيب، صوتي واضح؟ اي نعم نعم دكتور مشوح، واضح الصوت. إيه؟ طيب، اذا في لها تكمله طبعا. اللي هي مشكله المشروبات الغازيه او الصودا العاديه هذه اللي تنشرب، مشكلتها انها برضو تحتوي على سكر الفركتوز، وهذا الفركتوز جاي من نشا معدل وراثي، يعني ما هو ناس كثير يعتقدون ان السكروز هو اللي موجود فيها المحل، لكن ما هو بالسكروز، هذا الفركتوز. الفركتوز له تاثيرات يعني غير جيده على الكبد، ويؤدي الى السمنه ويسرع عمليه لا قدر الله يعني مشاكل الكبد. جيد. طيب دكتور مشوح، انت قلت انه يعني رقابيا ونظاميا هذه المواد او هذه المشروبات هي يعني المواد المستخدمه فيها مواد لا تضر بالصحه العامه، جيد، لكن اذا اردنا نعم اذا استخدمت بالشكل الصحيح اللي هم يعتقدونه، يعني جميل. مثلا شخص مثالي ياخذ له مثلا قاروره قارورتين بالاسبوع ما راح تاثر على صحته كثير. جيد. طيب ممكن انا يكون سؤالي انه في حال الاستهلاك الزائد كيف تؤثر هذه المشروبات على صحة الفرد العامة يعني؟ اي نعم، احنا نتكلم على 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 المسرفين، هذول اللي صغار، في شباب وصغار يشربون كميات كبيرة، يعني يشرب له في اليوم قارورتين، ثلاث قوارير، اربع قوارير او اربع كاسات، فبالتالي هذه هي المشكلة. يعني احنا الان امام زيادة في الوزن، امام طال عمرك انه الفوسفوريك اسيد هذا ياثر على العظام وياثر على بنيه الجسم العظميه وياثر على الاسنان، السكر ياثر على الاسنان وياثر على الصحه بشكل عام، يؤدي الى السمنه والامراض المرتبطه فيها. جميل دكتور. اذا ذكرت انه هذه المشروبات الغازيه في حال زيادتها عن الحد بتاكيد لهذه التاثيرات على صحه الانسان، ممكن الواحد يتساءل الان اذا انا ودي اترك المشروبات الغازيه، بالتاكيد راح الامر هذا حيكون بالتدريج ووجود بدائل، هل في بدائل مقاربه للمشروبات الغازيه ممكن الواحد يستغني عنها؟ والله البدائل كثير كلها، يعني البدائل جيده، لا الواحد يعني يهتم بنفسه واخذ بدائل كويسه، يعني زي العصائر اللي تسويها في البيت. جميل. زي فيها احيانا مشروبات غازيه خاليه من الالوان وخاليه فقط سباركلينج ووتر يسمونها، لكن انا برضو انصح بالتقليل برضو من الدايت، لان الدايت برضو عنده مشكله كبيره زي مشكله المشروبات اللي في السكر العادي. فمشروبات الدايت يعني اغلبها صراحه ما هي بجيد، ولكنها بديل جيد للناس اللي عندهم مشاكل في السكري او مشاكل صحيه ما يستغنون عنها كثير، ولكن يقللونها برضه. جميل. نجد انه مثلا في المشروبات السوداء اللي فيها الدايت، اذا استخدم سكر الاسبرتيم وخزنت هذه المشروبات تحت درجات حراره عاليه، للاسف ينتج غاز، يعني ينتج الميثانول، وهذا سام للجسم.
يعني بذلك يجب ان نهتم في تخزين الدايت جميل المشروبات الدايت عن الحراره العاليه والوقت الكافي يؤدي الى انها تتحول لاسبرتيم الى ميثانول. جميل. بالاضافه الى انه عندنا الاسبرتيم له مضار صحيه، ولو نجي نشوف المشروبات الدايت الاسبرتيم نجد انها لا فيه تحذير للام الحامل مكتوبه عليها، المفروض الناس يدرون هذا التحذير. لانه ما يصح للاطفال الجنين في بطن الام، لان ارتفاع شو اسمه الفينايل الانين ياثر على المخ الجنين. جميل صراحه، معلومات مهمه دكتور مشوح، ويعني صراحه كانت مثريه لنا، وللاسف الوقت ما يسمح، لكن لعل ان شاء الله يكون بيننا تواصل قادم وان شاء الله استضافه قادمه لنستعرض هذه المعلومات المهمه للجميع. كان معنا عبر الهاتف الدكتور مشوح المشوح المختص والمتخصص بالغذاء والتغذية، وكان الحديث عن المشروبات الغازية.